هذه المنشورات التي نشرت اليوم من قبل سلاح الجو الإسرائيلي بعد هذه الضربات التي تراها الآن، واضح الرسالة، ابتعدوا عن الفصائل الإيرانية، ابتعدوا عن حزب الله اللبناني لأنه عندنا تصرف وياهم. هل تعتقد بأن نظام بشار الأسد، وكما تفضلت بأن روسيا هي الضامن لنظام بشار الأسد، هل تعتقد في ظل أن الضامن روسي بشار الأسد سيبتعد بهدوء عن هذه الفصائل ويترك الساحة لإسرائيل لأن تضرب بالطريقة التي تريدها لهذه الفصائل الموالية لإيران في المنطقة بشكل عام؟ أستاذ أحمد، دعني أبدأ معك من خلال المنشور. هذا منشور، يعني مرة أخرى أنا أحيي المحتوى المعلوماتي في البرنامج. هذا منشور أي جيش في العالم بالمطلق عندما يتم إلقاء هذه المنشورات هو جزء من الحرب النفسية أو التغطية الإعلامية لأي عمل عسكري، وهذا شيء بالمجرد أقول بالمطلق يراد منه حتى أن يكون ناجحاً أن يكون مباشراً في الاستهداف، يعني بيسموه ليزر فوكس، لا يتحدث بعموميات، يتحدث بشكل مباشر عن ما هو الهدف. أول هدف وأعتقد أنه الأهم، الجيش السوري ليس هو المستهدف. وعندما تقول الجيش السوري حتى تقول النظام ليس مستهدفاً، هذا بمثابة إقرار خطي تدفع به إسرائيل، ولكنه مشروط حتى ليس بباب التهديد. يعني هو يقول إن أردت أن تكون بعيدا عن مرمى النيران فابتعد عن الميليشيات الإيرانية أو موالية لإيران. فالمسألة تعاد هنا مرة أخرى، لماذا أقول مرارا المسألة بيد الرئيس بشار الأسد، لأنه هو قائد الأعلى للقوات المسلحة وهو يقود هذه المعركة. وقد التقى مؤخرا الرئيس بوتين، ومعلوم الزيارات عندما يخرج، مجرد خروجه من البلاد الرئيس السوري في حرب التي واجهتها سوريا 10 سنوات، هذا ليس بالمسألة السهلة على الإطلاق. ورأينا بعد ذلك كيف تباعا تم موضوع التطبيع العربي مع سوريا، رأينا كيف يتم تراخي في موضوع عقوبات قيصر، رأينا أيضا مزيد من النجاح وتسارع وتيرة تطهير ريف إدلب، ريف حلب، وهناك أنباء عن اقتتال داخلي بين التنظيمات الإرهابية، وهذه سنتهم منذ 14 قرنا للأسف أقول ذلك، هذه حقائق تاريخية. الآن ما يجري في هذه المنشورات هو تأكيد، وهذا ليس أول مرة تستخدمه إسرائيل، استخدمته فيه بالذات في لبنان في مواجهتها التي تمت في فترة ما مع الفلسطينيين، فترة أخرى مع اللبنانيين المواليين الفلسطينيين والقوات السورية عندما كانت في لبنان إلى آخره. الهدف من ذلك يا عزيزي أن هذه حملة كامبين، والكامبين بطبيعتها أيضا مرتبطة زمنيا وتعتمد نوع من البرامج المرحلية، بمعنى أنه يتم الاكتفاء في هذا الهدف، بمعنى الضرب دون خسائر بالأرواح، قد تكون مسألة يتم اعتماد تمرير معلومة مسبقة فيها. ومن هنا عندما أشرتم إلى ضرورة اختار الجانب الروسي في أي استهداف يتم فيه حماية قوات النظام وقوات الروسية، هذا يعني يا عزيزي تأكيد على ما كان سرا، وأعتقد أن ليس خافيا عن أي ملاحظ دقيق. لا يعقل هذا التقاطر بالعمليات الجوية والبرية على الأراضي السورية في عبر 10 سنوات من الضربات المتلاحقة لتنظيمات إرهابية أو مقاومة، سميها ما شئت، على الأراضي السورية، لا يعقل أن تم كل ذلك دون حادث اصطدام واحد. يعني ادعت تركيا أنها أسقطت طائرة روسية بالخطأ، وأعتقد حالة أيضا وقعت مع الجانب القوات الأمريكية، ولكن هذا في قياس إزمة مزدحمة بالطيران العسكري والمدني لا يعقل أن يتم يا عزيزي دون تنسيق مسبق، دون خط هاتفي ساخن أحمر يتم الاتصال فيه بأن الآن سنرفض ضربة في المكان الفلاني. ولاحظ أيضا ليس فقط التنف، لا، حتى أعود بك إلى موضوع قاسم سليماني، ما كانت لتتم عمليات من هذا النوع لولا أن هناك تنسيقا ما استخباريا تحديدا على الأرض. لذلك عندما تمت تصفية قاسم سليماني اتهم البعض أن المخابرات العراقية تعاونت حتى تتم هذه الضربة، بصرف النظر مدى صحة هذه الأمور. الرسالة الأهم في هذا الموضوع
لابد من خروج أو إخراج إيران، وأعتقد هذا الملف يتم إنضاجه بتسارع قد يكون أكثر وتيرة من التسارع فيما يتعلق بتركيا.